ولنقاش ملف الصراع القائم حول نتائج الانتخابات في العراق والدور الإيراني في هذا الصراع، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. كيف تفسر الفوضى التي أحدثتها الميليشيات في العراق عقب نتائج الانتخابات التي اعتبرتها مخيبة للآمال بالنسبة لها؟ يعني ما قام به ويقوم به تقوم به هذه الميليشيات الإرهابية يأتي في إطار تنافس على النفوذ وعلى المكاسب وعلى المصالح المادية والحزبية والشخصية، أيضا ضمن إطار المؤسسات والميليشيات الإرهابية التابعة لإيران. فليس الصدر بعيدا عن إيران، بل هو ابنها ونتاجها وينفذ أجندتها في العراق. وهذه الميليشيات الخاسرة أو التي خسرت بعضا من مقاعدها في البرلمان هي أيضا ابنة إيران ونتاجها وتنفذ أجندتها في العراق، وهي الأجندة الطائفية الإرهابية. وبالتالي هو فقط صراع خلاف على وتنافس على النفوذ وعلى المصالح كما قلت الحزبية والشخصية أيضا. كيف يمكن قراءة زيارة إسماعيل قاآني الأخيرة لبغداد وما أهدافها الحقيقية؟ نحن نقرأ زيارة قاآني في إطار ما نتحدث به دائما عن عدم اندلاع صراع حقيقي بين هذه الميليشيات الإرهابية كما قلت التابعة جميعها إلى إيران، وعدم تحول التنافس والخلاف إلى صراع دموي حقيقي. وهذا ما أثبتته تجارب السنوات العشرين أو التسعة عشر الماضية. دائما كان هناك من يضبط حركة هذه الجماعات والميليشيات والأحزاب والشخصيات أيضا التي تعمل وتدور في الفلك الإيراني وتنفذ مشروعه الإجرامي في العراق. دائما كان هناك من يحول دون انفجار الوضع، وشهدنا من مثل هذا في سنوات سابقة. زيارة قاآني جاءت لترتيب الوضع الداخلي بين الأطراف بين قوسين الشيعية التي تتنافس الآن، وهي أطراف الميليشيات الإرهابية التي يتزعمها هادي العامري ضمن كتلة الفتح من جهة، والميليشيات الإرهابية التي يتزعمها مقتدى الصدر ضمن تيار وضمن كتلة الانتخابية التي حازت هذه المرة على أكبر عدد من المقاعد في برلمان المنطقة الخضراء المسمع تشكيله أو إعلانه. الزيارة في هذا الإطار، وهي أيضا في إطار التنسيق مع الوكلاء غير المعلنين للنظام الإيراني، وأعني بهما مصطفى الكاظمي وبرهم صالح. وبذلك هذه الزيارة أسفرت عن اجتماع تمخض عن نتائج مهمة تتعلق بتخفيف التصعيد وبقرب الإعلان أو السير نحو الإعلان عن حكومة يعني كما تسمى بالتوافق وليس بالأغلبية. في هذا السياق، المعذرة أستاذ مصطفى كامل على المقاطعة، في هذا السياق بالحديث عن إشارتكم للحل التوافقي أو الحكومة التوافقية التي تحاول إيران الترويج لها اليوم بعد ترويجها السابق لحكومة الكاظمي على أنها حكومة تكنوقراط إصلاحية فشلت في إحداث هذا الإصلاح، كيف يفسر ابتكار أو ترويج لمثل هذه المسميات لكل حكومة جديدة بنفس اللاعبين السياسيين ونفس التشكيلة من الأحزاب والميليشيات الموجودة في العراق؟ النظام السياسي القائم في العراق بعد غزوه واحتلاله عام 2003 لا يمكن أن يقوم على أساس التغلب أو الأغلبية السياسية لجهة ما دون أخرى. هذا هو النظام الذي أوجدته الولايات المتحدة بالاتفاق مع إيران،
في العراق منذ مجلس الحكم والأنظمة التالية له، سواء إبراهيم الجعفري، إياد علاوي أو إبراهيم الجعفري أو نور المالكي أو حيدر العبادي أو عادل عبد المهدي، وحتى سلطة مصطفى الكاظمي التي لا تشبه يعني نظاما معينا، لكن هي كانت أيضا حصيلة هذا التوافق، لأن القصد في إقامة مثل هذا النظام في العراق هو الإبقاء على العراق فاشلا مهزوزا ضعيفا غير قادر، وسلطاته غير قادرة على بسط النفوذ، لا في الجانب الأمني ولا في الجانب العسكري، ولا في فرض سلطة الدولة كما يقال، ولا في نزع سلاح الميليشيات. هذا هو المطلوب من العراق، أن يبقى ضعيفا حتى في إطار علاقاته الخارجية مع محيطه العربي أو الإقليمي أو حتى في المحيط الدولي. العراق خاضع لسلطة الميليشيات، وبالتالي وهذه الميليشيات هي من يتحكم بكل الأمور، وبالتالي يبقى العراق ضعيفا كما قلت مهزوزا، تديره طبقة فاشلة يعني فاسدة بكل معنى الكلمة، مجرمة بكل معنى الكلمة. إلى أي مدى أصبحت ثورة تشرين ومقتل سليماني والاتفاق النووي الإيراني من أكبر التحديات لإيران في تأثيرها على المشهد السياسي في العراق؟ إيران تجيد اللعب بأوراق اللعب التي تمتلكها، هي تمتلك عوامل كما تفضلت عديدة، ومنها العوامل الميليشياوية التي تؤثر أو تحكم حركتها في المجتمع الدولي. من هذه العوامل هي سيطرتها على عدد من الميليشيات الإرهابية في العراق وفي سوريا، في اليمن، في لبنان وفي مناطق أخرى. منها أيضا استخدام هذه الميليشيات في كوسيلة من وسائل النفوذ في الملف أو الخلاف في الملف النووي الإيراني وفي ملف العلاقات الدولية والعلاقات الإقليمية. هذه أمور متشابكة جميعها في إطار السياسة الإيرانية التي تستخدم وسائل عدة لتنفيذ برامجها وأجنداتها ومشاريعها، وهي تستخدم كما هو معلوم ليس الميليشيات على سبيل المثال في العراق، ليس الميليشيات فحسب، بل المؤسسات الدينية سنية كانت محسوبة أو شيعية محسوبة، تستخدم منظمات مجتمع مدني، تستخدم عصابات، تستخدم أحزاب، تستخدم شخصيات محسوبة على كل الأطراف، أطراف الطيف السياسي كما تسمى في العراق. هذه مين يعني تستفيد منها إيران وتجيد اللعب والمناورة من خلالها. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، حدثتنا عبر خدمة سكايب.